خلص أنا رح أعمل كل جهدي إني بدي أدرس لك من تحت لتحت عن عناوين وأماكن المخربين. ما قلت لك يا أنسة كاميليا إنه ست ماري رح تفيد جنابك كتير؟ هي الفائدة مو لإلي، الفائدة للبلد وللوطن يلي أنتو حابينه وعم بتدافعوا عنه، لأنه مو ممكن لبلد أو أمة إنها تنهض لطالما في فوضى. صحيح. كلامك فعلا جواهر يا أنسة كاميليا، جواهر. اي والله كلامك درر درر. اي والله احلى واطيب وألذ فنجان قهوه يا ميت. اهلا وسهلا بالخواني. تفضل يا خاني. شكرا. سلم ايديك. اهلا وسهلا. تفضل يا خاني. الله يسلم الايدين يا ميت. اهلا وسهلا. تفضلي. يسلموا ايديك يا ام عماد. قهوه انا الورده بتكفيني. الورد للورد تقبريني يا ميت. أهلين وسهلين. الله يسلم. الحمد لله. شو وين صار يا ابو حسان؟ كانوا ما هون. صهرك ابو حسان بالجامع طول الوقت ما بيرجع على البيت الا للاكل او وقت النوم. تفضل ارتاح. ايه الله يقوي. خير خالتي؟ وحشتيني. لا تقولني والله انا كنت عاوزتك بجوز كلام، بس يعني ما بدي مال الشام تضرب الشيء اللي رح اقول لك عليه. لذلك حبيتك تجي لعندي لهون لنقعد انا وياك نحكي بهداوة. ايه شو عليه؟ شو عليه؟ احكي خالتي قولي. يا تقبرني يا خالتي، هي صار مارق على العزا 5-6 ايام، وانا كمان ما بيجوز ضل عندكم، لازم ارجع على البيت، لانه صارك ابو حسان مثل ما بتعرف رجال كبير وما بينترك لحاله وبده مين يخدمه. خالتي انتي كفيتي ووفيتي وعملتي اللي عليكي، كتر الله خيرك، وبامكانك من بكره الصبح ترجعي على بيتك. مزبوط يا تقبرني، بس يعني كمان ما بيصير تعيش انت ومال الشام بالبيت لحالكم. شلون هي خالتي؟ يعني شلون ما بصير انا ومال الشام نكون بالبيت لحالنا؟ عربي لي يا هي. لك يا خالتي لا بدها اعراب ولا بدها نحو، والسيرة واضحة مثل عين الشمس. انت نسيان انه البنت غريبة عنك. مال الشام غريبة عني؟ عني انا؟ ايه غريبة عنك. ولا نسيت السيرة من سالف الازمان؟ شو عم تحكي خالتي؟ شو هالحكي اللي عم تقولي؟ مال الشام بنت اخي ومن لحمي ودمي. يو اتذكر لك خالتي، اتذكر منيح. نحن وقتها قلنا قدام الخلايق انه هالبنت بنت اخوك من حرمة اتجوزها بحلب بدون حلمكم، وعلى هالاساس رحنا جبناها من حلب بعد وفاة اخوك الله يرحم ترابه. وانت بتعرف كفاية السيرة. ايوه. وهلا يا ابني ما بيصير بكل الاحوال تعيش انت وياها تحت سقف واحد. البنت غريبة عنك، وبعدين هالبنت صارت صبية وكبرت وحليت وتجملت وصارت فلقة قمر يغزي العين حولها وحواليها. بوس ايدك خالتي، بوس ايدك. شو هالسيرة اللي طلعتي لي فيها؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ لك يا خالتي لا طلعت لك بسيرة ولا طلعت لك برواية، هي القصة من أساسها هيك، وانت بتعرف هالحكي حق المعرفة. الله أكبر الله أكبر. يا خالتي البنت بتبقى غريبة عنك وانت بتلقطها عالطاير. شبنا حمزة؟ شبنا؟ طوشت لي حجري خالتي، ما بعرف شو بدي لك. ربطي لي ايدي خالتي، انا مو ناقصني همومي لفوق راسي.
لك آه يا خالتي، والله أنا معك بكل شيء عم بتقوله، وأنا مقدرة حزنك وهمك، بس والله ما بيجوز، ولازم فاتحك فيها السيرة بعد وفاة أمك الله يرحمها. سلام قول من رب رحيم، سلام قول من رب رحيم. لا تتضايق يا تقبر خالتك، الحلال بيّن والحرام بيّن كمان. طب بدي اسألك، انت بتقبل على حالك صبية مثل زر الورد تعيش مع واحد غريب؟ لسه بتقلي غريبة؟ لك يا خالتي مال الشام من لحمي ودمي، بنت اخي، لك بنت اخي. اعوذ بالله، لسه بيقلي بنت اخي؟ لكن نسيت يا ابني لما اخوك جابها لهالبنت قال انه بنت تاجر حلبي صاحبه، وعلى اساس انه يجي ابوها وياخذها، لكن اخوك الله يرحمه ترابه ليلتها راح بطوشه مع الفرنساويه وضعيف الطاسه. ما نسيت خالتي ما نسيت، بس هذا الحكي ما بيعني انه البنت صارت غريبه عني وانا وياها ما بصير نعيش ببيت واحد. بيرجع بيقول لي بيعيشوا سوا. لك يا ابني هالبنت غريبه عنك وما بصير تعيش انت وياها ببيت واحد، فما بقى برضاي عليك. يعني بحظي بديني لو ما كان صارك رجال كبير وبده مين يخدمه، لاجي انا عايش معكم بالبيت ونحل هالمشكله من اساسها. ايه وشو الحل برايك؟ الحل انه تجي مال الشام تعيش عندي هون بالبيت. هذا الحكي مستحيل يصير خالتي، مستحيل. ما في شيء مستحيل لك خالتي، وهذا الحل اللي أمر فيه رب العالمين، وغير هيك قعدتك مع البنت حرام بحرام. بس هيك البنت راح تحس. مال الشام كبرت ببيتنا خالتي، ووعيت إنه أنا عمّا أخو أبوها، وإنه أمي ستّة. هيك فجأة صرنا غرابة عنا، هيك ما عاد نعرفها ولا بتعرفنا، بخاف البنت تصير لها شي كاينة لا سمح الله. يا خالتي شو من صار وشو من جرى، أهو ما تبقوا انتو اثنين عايشين ببيت واحد. لا إله إلا الله من هالرواية، لا إله إلا الله. يا تقبر خالتك، والله أنت شاب أختك بتعشقك، وهي كمان بتفتن فصيل عسكر بحسنها وجمالها. بس أنا كنت ناسي عن السيرة من أساسها خالتي، ناسي أنا وعايش معها. منين طلعتي لي بالقصة؟ منين؟ هلأ نسيان ولا متذكر، بس هي هي الحقيقة. الله يطلع عليك وكل شيء إلا غضب رب العالمين. إيه ما الحديث هلأ؟ إجا صهرك وما بدنا نحكي شيء قدامه، لأنه هو بالأساس ما بيعرف مال الشام إلا بنت. هاي حمزة شيخ الشباب عنا، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. سلام يا أبو حسان، شلونك؟ كيف حالك؟ الحمد لله، فضل الله علينا، غالبنا فضل الحمد لله. شريف عمي، شريف أول. خلي لي إياك عمي، أنا بدي استأذن. شو تستأذن؟ بدك تتغدى عنا؟ يخلي لي إياك يا رب، غير مرة خالتي، خليك تغدى عنا الله يرضى عليك. غير مرة خالتي، غير مرة، مشاغل كثيرة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هوني خالتي. يا الله خالتي، شو قلت خالتي؟ شو بدي لك يا خالتي؟ روحي الله يسامحك، نزعتيلي حياتي أكثر ما أنا منزوعة، فيأتيني من حلم عايش فيه أيام وسنين. هلأ يا خالتي فيأتك ولا نيمتك، بس هي هي الحقيقة اللي ما بتقدر تهرب منها، ولازم تلاقي حل بأقرب وقت. تركيني فكر خالتي، تركيني فكر. ما بدها تفكير لك خالتي، ما بدها تفكير، والقصة مبينة مثل عين الشمس برضاي عليك بقى. لك خالتي انت شايفة القصة بهي البساطة، الشيء اللي عم تحكيه في قلب حياة من فوق لتحت، في كركبة كبيرة. خلص هلأ أنا بضبضب أغراضي وبأمن على سهرك أبو حسان، وبعدين بيجي لعندكن على البيت، عسى تكون توصلت لحد. بصير خير خالتي، بصير خير. السلام عليكم. وعليكم السلام.
يا ربي شو بدي أعمل مع هالمخلوقة؟ ما بيكفي إني خايفة يعرفوا عن مريم وصالحة إنه كانوا يشتغلوا عندي، هلأ كمان بدي ساعدهم من شان المخربين. قال لك أنا وين وهن وين؟ آخ شو بدي أعمل؟ يعني اضطريت ساير الست كاميليا وإلا إيه وأنا مالي مقتنعة. يا عطرة يا عطرة دخيلك ساعديني. خير على هي الطاولة مالي حاطه. هلا أنت بدك تشاكل ولا بدك تعاني؟ صار الشر ها؟ قصرنا. تنورت معلم. شرفت أبو باي. عمل لك كاس شاي؟ تسألني. لا. لك منين طلعت لي خالتي بهالقصة وهذا العمى؟ منين؟ أنا بشو هلا ولا بشو؟ والله مو ناقصني، مو ناقصني من أبوك. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر على القصة. لك مالي الشام بنت أخي وما بصير من يوم وطالع عيش معها. شي شو هلاكي؟ لك ما عم تفوت براسي منو؟ روحي الله يسامحك يا خالتي، روحي الله يسامحك على العملة. صبوحي مور معلم. روح خد شوية لحمة وخضرة وصلنا على البيت ورجع على ورا. عمرك معلم. أبو العباس مو على بعضه بنوم، بس معه حق. الله يكون بعونه. موتت أمه كسرت له ظهره. الله يكون معك يا معلم. معقولكم نسيان كل هالسنين انه مالي الشام مو بنت اخي؟ الله اكبر. لك البنت بنت اخي ما بشوفها غير بنت اخي اذا بتجتمع امام الارض كلها. لك العمى مربيها بيدي هدو يوم بيوم ولحظه بلحظه وكل شبر بندر. روحي الله يسامحك يا خالتي، الله يسامحك. لك ما بيكفيني حزني على فراق امي، لك ما بيكفيني اسفي على ابو طالب. تقوم تطلع لي خالتي بهالسيره لتزيد من ناري وغلبي وعذابي؟ لك انا مو جبل يا ربي، مو جبل اتحمل كل هالشي، مو جبل. نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما وبدر السما يا ناس يطوي كل ظلمة وحيانا بينا يوسف ما ترك بالأرض ظلمة واللي صور عيسى وموسى والهادي محمد
يلي ما ترك نوره بالكون ظلمة ما حيد عن درب الأحباب. هيك بتتركيني طوال النهار لحالي وأنا ما في غير أفكار تأخذني وأفكار تجيبني؟ لك يا تقبريني، رحت ضبطت أغراضي وأمنت على صارك أبو حسن. شحني إجي، لا تخافي ولا تتوغوشي. وعمي حمزة الثاني ما أجى على الغدا اليوم؟ يه، ما أجى على البيت بنوم بنوم؟ لا ما أجى، مع أنه بعت لي لحمة وخضرة وفواكه، نطرته وما أجى. إيه معلش يا تقبريني، بيكون مشغول بالفرن، هلأ بيجي. يه، وين بده يروح؟ طيب إذا هيك لحضر له العشاء. وأنا لحقتك لساعدك. يا صبايا، مثل ما أنا واقفة هيك ما شفت لكم هالبقرة إلا ربستني هديك الربسة. الله عليك يا أم. الله يسعد مساكو. أهلين يا أبو مرعي. شلونكم؟ إن شاء الله بخير عمي. الحمد لله. ايه والله الحمد لله، جايبكم خبر بيسوى تقلو ده. خير خير. هات لنشوف. الفرنساوية عاملين معسكر صوب باب توما. شو هالحكي؟ ايه. صبي لنا كاسة شاي عمي، صبي لنا كاسة شاي. ايوه. بس ما يكونوا باردين. ها؟ لا سخنين. يلا. شرف عمي، رضا. واصلي عمي، واصلي. شبك عمي؟ ليه هيك متجافي معي على غير عادتك؟ ما في شيء عمي، ما في شيء. شلون يعني ما في شيء؟ ما قدرت ادقر بايدك مثل اللي خايف مني. لك خلصنا بقى عمي، خلصنا، لا تعملي منا قصة هلا. مثل ما بدك. بس ليش تاركني لحالي طول النهار؟ ليش خالتك ام حسان ما اجت لعندك اليوم؟ بلا اجت. اجت الصبحيات وراحت بعد الظهر. وهي وصلتها. حقك علي يا عمي، حقك علي. بس انا كان عندي شوية مشاغل ضرورية اليوم. شو ما كان صاير معك عمي لا تتركني لحالي، أنا ماني متعودة. إجيت يا تقبرني. أهلين خالتي. أهلين. بالمهل يا تقبر قلبي. إيديك. الله يرضى عليك. الله يخلي لنا إياكي. لحت لك عشا عمي. ما في داعي عمي، ما في داعي. لا مبلا، روحي حطي له العشا لعمك، أنا جوعانة بدي أتعشى أنا وياه. حاضر. تعال معي خالتي، تعال. شرفي خالتي. شرفي. ايه خالتي، ان شاء الله فكرت بالموضوع ولقيت الحل المناسب. والله يا خالتي من ساعة فيقتيني من هالملام وانا ما بعرف شو صار لي، ما عم بعرف اخماسي من ازداسي. لك يا تقبرني، هلا بدنا نعيد ونفتق بنفس الدوبارة. حكينا وخلصنا، انت ومال الشام ما بصير تعيشوا بالبيت لوحدكم. لا اله الا الله. بس مو وقتها هلا يا خالتي، مو وقتها بنوم. هلا وقتها مو وقتها، هيك امر الله يا تقبرني، وكل شيء الا غضب رب العالمين. يا خالتي هاي البنت ربيت هون بهالبيت، ربيت على ايدي وروحها معلقه فيني. بقى كيف بدها تقبل انه تعيش هيك بلاي انا ما بعرف، كيف بدها تقبل فكرة انه انا اختفي فجأة من حياتها ما عم بفهم. ومين قال لك اذا راحت لعندي رح تختفي انت من حياتها؟ مين؟ طيب انا معك على فرض وافقتك، يعني شو بدنا نقول للبنت؟ بيلتقى لها دوبارة. وشو هالدوبارة؟ من شان الله تخبريني يا خالتي، انا طايش حجري. منكذب عليها ومنقلها انه انت عندك مشاغل برات الشام. ايه. شو ايه؟ بدها توافق غصب عنها لانه ما بيصير تعيش لحالها بهالبيت وانت مانك موجود فيها تقبرني. ايوه. وافقني لخالتي لانه ما في حل انسب من هالدوبارة، واذا انت لقيت حل انسب شو بدك بيصير؟ اليوم نتقابل بيك ان شاء الله. الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
كانه ما في حدا. خير؟ راح اشوف مين خالتي وراجع لك. مسيك بخير عميم. يا ميت اهلين وسهلين عميم. بالمهلي يعني عدم المؤاخذة يمكن يجينا بوقت مناسب، بس في موضوع ضروري لازم اخذ رايك فيه. كونك بهمك الامر عم يشوز بيتكم مطرحكم عميم، بتشرفوا بتانسوا باي وقت. تشرفوا تفضلوا. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفوا. يا ميت اهلين وسهلين عمي، شرفتوا. نحن بنعرف انه الوقت ماله مناسب لك عميم، وبنعرف انه حزنك على المرحومه والدتك الله يرحمها كفيك وزايد عنك. ايه بس هي مستجدات لازم نطرحك عليها. قول عمي ابو عدنان قول، تفضل انا تحت امركم. من اخر عميم، انا وسيدنا الشيخ عمر وعيان وجهاء القنوات ارتقينا نشكل وفد نطلع نحكي مع كولونيل الامن الجديد بخصوص عمك ابو طالب. ايوه، وقلنا لازم نشرح له عن وضع ابو طالب، نحكي معه مشان يحاكمه بالسرعه اللازمه وبطريقه عادله، بدل ما لو مخلينه بالحبوس لكن لامتى ما حدا بيعرف. ايوه، فشو بتقول بهالحكي لك عميم؟ والله يا عمي انا بقول الامر امركم والشور شوركم. نحن عم نسالك عن رايك لك انت بالذات، لانه بيهمك الامر عمي حمزه. عمي اذا بدكم تجوا لرايي انا بقول انه القصه صعبه شوي، لانه الفرنسي باي حال من الاحوال ما بيرضى يتدخل حدا بهيك موضوع. معلومكم مثل ما بتعرفوا جرم عمي ابو طالب هو المساس بشخص الحاكم العسكري. نحن بنعرف هالشيء يا ابني حمزه، وحاطين باعتبارنا هالشيء، وبنعرف انه شغله عويصه ومو سهله بنوب بنوب. بس يا ابني من حرصنا وخوفنا والحاح الاهالي والمحبين قلنا بنجرب، لك ما لنا خسرانين شيء. مو احسن ما نضل عادي لك ابني؟ اذا هيك شايفين الله يقدم اللي فيه الخير، انا ما عندي اي مانع. امين امين يا رب العالمين. بصراحة قلبي مو مطمن بنوب بنوب، لا لفادية ولا لجميلة، يبليهم بقتلهم إلهي بميت وشوية لسان. أي والله الله يبليهم بقتلهم، والله يجيرنا ويجير أهل الشام من لساناتهم. أبو خضر شو؟ قلتك معقولة يكونوا مثلا لك يلي من شاكلتهم بده يكونوا هيك؟ لك يا أم عمار هدول جماعة ما بيعرفوا غير مصالحهم، مصالحهم وبس. مين بيموت مين بيعيش من أهل بلدهم؟ لك مو سائلين بنوم. بس بدي أفهم شو علقنا الخانون بهيك شكيلات؟ إيه والله والله عندنا كل ست وكل هانم بالشام تتقل بالدهب. هدول اللي عم تحكي عنهم يا أم عمان ما بيعرفوا لا تمسيح الجوخ ولا بيمسحوا جوخ، فهميها بقى فهميها. إيه فهمتها انت. يلا عمي يلا. هاي القهوة عمي. سلم هديات. عمي طولين الجماعة اللي عنا. لا لا ما بيطول عمي. طيب بس سؤال، انت ليه ما عم تطلع فيني؟ مو وقت لأخذوا العطاء لعمي، مو وقته. ليش عمي مقلوب بفرد قلبي؟ ليش مجافيني في هالطريقة هي؟ معقول لأنه زعلان على تيتا أم عباس؟ إيه بس أنا كمان زعلانة ومحروق قلبي على ستي، بس والله مالي مجافيته. Ha ha ha!
كثير كتار. نحن بس نقدر نحط المسدس براس واحد منهم، ما حدا يقدر يعمل شيء. طيب قول يلا. صار معكم؟ طولي بالك يا ستي، طولي بالك، ان شاء الله بيرجعوا بخير. يا رب دخيلك، يا رب دخيل اسمك تجيب العوائد سليمه. يا رب. عجبك ام مرعي؟ عجبك على هالقصه؟ عجبك؟ ان شاء الله خير يا رب. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب. ما بقى فيني، انا حاسه قلبي رح يوقف ام مرعي، ما بقى فيني. يا رب دخيلك، يا رب تحميني، يا رب تحمينا، يا رب، يا رب تحمينا. تأخروا كثير يا مرحي، كثير تأخروا. ها اشوف 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 لك، وينكم لهلا؟ وينكم؟ رح اموت انا من الخوف عليكم. شو صار معكم؟ ها شحنا اجينا، ما صار علينا شيء. شو بده يصير عليهم يا خانون؟ والله بديهم بروحي. لا انا هالقصه ما عجبتني من نوب بنوب ابدا. انتوا تروحوا وانا هيك يصير فيني؟ لا قصه بدنا ننساها، خلصنا. خلاص مثل ما بدك، ما بيصير الا اللي بدك اياه. يعني. ايه روقي وارتاحي انت. ايه يلا فوتوا لجوا. خلاص الحمد لله على السلامة. ايه خلصنا، خلصنا منوب. تقبريني يا مال الشام، لا تبكي. صحيح عمك مسافر لحلا، بس سفرته مو طويلة، مو طويلة. ما بكفي ستي ام عباس راحت وتركتني، كمان عمي هلا بده يروح. هي أنا معك يا تقبري، والله راح أحطك بعيوني من جوا ليرجع عمك بالسلامة. خالتي أنا من يوم ما خلقت على الدنيا وخبرت إنه أبي شهيد، صاروا هنن كل شيء، أمي وأبي وإخواتي وكل دنيتي. انحرم منهم هنين الاثنين دفعة واحدة، والله صعبة، صعبة كتير يا خالتي، صعبة. يا تقبري عيوني هيك الله كاتب لك، بعدين سفرت عمي كلها شهر زمان وبيرجع لك بالسلامة. شهر؟ أنا يوم واحد ما بقدر أفرقه لعمي حمزة، يوم واحد ما بقدر. بدك يعني أتحمل شهر بأيامه وليالي؟ توبريني.
تقبريني يا مال الشر. الله يرضى عليكي، لا تزعلي. صلي على النبي واستهدي بالله. يعني عمك لو ما عنده شغل ضروري بحلب ما كان تركك وترك الحارة وترك شغله ومصالحه لكمي. مال الشام، عمك عنده ياكي بالدنيا كلها وبحبك وبيموت فيكي، بس للضرورة أحكى. أنا هيك تعبان شوي هالكم يوم. على راحتك عمي، أنا من بعد وفاة ستك هيك تلخبطت شوي، لا تواخذيني. برضاي عليك يا مالشة، لا تزيديه على عمك، هو أصلا متغير من وقت ما توفي ستك أم عباس. ما رح زيد عليه خالتي، بس برحمة الغوالي يا عمي انك ما بتقطعني من المرسيل. ماشي عمي، ماشي ماشي. يلا يا مالشة خلينا نتيسر خالتي. يلا يا قلبي انت يا عمري. دير بالك على حالك يا عمي. وانت كمان ديري بالك على حالك عمي. الله معك. ليش بعد كل هالسنين يا ربي ليش؟ حملي جبال ما بتشيله يا ربي، حملي جبال ما بتشيله يا ربي. أنا بممات أمي ولا برفقة دربي ولا بمال الشام، ليش يا ربي؟ دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي.
وعم تقول التقارير كمان سيدي انه بالفترة الأخيرة بعد التجديدات والخطط الأمنية اللي وضعتوها جنابكم خفت الهجمات على معسكراتنا وقواتنا بنسبة 60%. طبعاً إلا من بعض العمليات الفردية القليلة وآخرها محاولة تسلل شخصين لمعسكرنا اللي شكل حديثاً الليلة الماضية. الليلة الماضية؟ شو كانت النتائج؟ العملية فشلت ودون أي خسائر تذكر سيدي. طب ليش ما مسكتوا الفاعلين؟ قواتنا ما زالت عم تبحث عنهم سيدي ولا بد إنه تمسكوا. لازم تزيدوا عدد المخبرين بالأحياء والقرى لحتى تمسكوا زمام الأمور أكثر. حاضر سيدي. انتري كرامسي شوفنا هاي الشنطه بيها ابو جنابا خليهم يفوت حاضر سيدي تريد اي شيء سيدي مع السلامه احترام هذا الطوق جاب لي اياه عمي حمزه وغالي على قلبي كتير لما يرجع بالسلامه رح البسه بس هلا بدي البس هاد لانه من ريحه ابي الله يرحمه يعني بصراحة كلنا أمل ورجاء يا حضرة الكولونيل إنكم تاخذوا بعين الاعتبار وجهة نظر وجهاء وأعيان أهالي الأنوات بتسريع محاكمة أبو طالب وكمان وبصراحة يا جناب الكولونيل أبو طالب شخص معروف وله مكانته بحارته بين أهله وناسه وأزمته عميم وفوق هالشي يا حضرة الكولونيل أبو طالب شخصيته معتبرة لازم تراعوا مكانته بحارته هذا الشيء من وجهة نظركم أما من وجهة نظرنا فأبو طالب مجرم ولازم يتحاسب نحن يا جناب الكولونيل ما عم نقول إنه ما يتحاسب بس نحن عم نطالب إنه يكون هالشيء بسرعة ويكون مصير كمان أبو طالب اعترف إنه هو اللي اعتدى على فخامة الحاكم العسكري ورجع وحاول يعتدي علي انا ببيتي وانتوا جايين تتواسطوا له وتدافعوا عنه لا لا ولا لا يا بلا